شغالين كابتن سيف زاهر كابتن حازم امام موجودين في استاد برج العرب من بدري مع عدد كبير جدا من زمايلنا المراسلين والمصورين كله موجود هنا. حقيقي انه موجود هنا كمان خليه كبيره جدا بقياده الكابتن الكبير استاذ مدحت شلبي اللي بيمتعنا طول الوقت بصوته وبتعليقاته على كل المباريات اللي مصر بتبقى يعني عقد عليها امال كبيره. كابتن مدحت شلبي موجود معانا، كابتن مجدي عبد الغني طبعا ربنا يديله الصحه برده موجود معانا، كابتن ايمن يونس موجود معانا. تغطيه من الساعه 10 لحد ان شاء الله ما ننتصر ونكسب في هذه المباراه. الو يا كابتن مدحت. يا مساء الانوار يا حبيبي. يا حبيبي اهلا وسهلا، اهلا بيك وصباح الانوار. صباح الانوار ومساء الانوار يا استاذ مدحت. مصر كلها بتحلم، مصر كلها متفائله النهارده ان شاء الله، وحضرتك معانا على التليفون. راي حضرتك ايه في مباراه النهارده ان شاء الله؟ انت رايك ايه انت الاول؟ انا توقعاتي ان شاء الله ان مصر هتكسب ان شاء الله يا رب. كام بقى هنكسب كام؟ 3-1. يا طب بجد ده ولا ايه؟ وانت يا استاذة شريهان؟ 2-1. طيب بلاش قوي، انت توقعاتك ايه؟ انتوا مصرين على واحد، انتوا انا خايفة بأمن نفسي بقى. قول لي يا كابتن مدحت، الناس كلها بتقول لا المباراة دي بعون الله وبأمره في جيبنا، انت تقول ايه؟ هو طبعا خلينا نقول ان طبعا كل المؤشرات بتقول ان منتخب مصر صاحب التسع نقاط المتصدر امام منتخب الكونغو صاحب النقطة الواحدة المتزايد. بتقول ان منتخب مصر اللي كسب الكونغو هناك 2، بتقول منتخب مصر اللي عنده نجوم منهم 15 محترف في اوروبا امام فريق ما عندوش ولا لاعب محترف في اوروبا. بتقول ان منتخب مصر اللي بيلعب في وسط 70,000 متفرج امام منتخب ما عندوش متفرج واحد. دي كلها مؤشرات تبقى كرة القدم هي كرة القدم، ما فيش شك في ده. لكن الحوافز العظيمة اللي موجودة عند منتخبنا الوطني بمؤازرة شعبية بقينا 103 مليون جوه وبره، بالاضافة للعرب كلهم اللي اكيد النهارده بيشجعوا منتخبنا الوطني، كل ده بيقول ان ان شاء الله احنا على مشارف التأهل لكأس العالم النهارده، عشان تبقى ليله من اجمل ليالي بلدنا غابت عننا 28 سنه. النهارده بمشيئه الرحمن بعد 28 سنه يا استاذه او يا استاذات يا جمال، هنبقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بنحتفل في ليله جميله، ويا رب ان شاء الله يبيض وشنا كلنا ونبقى كلنا ان شاء الله النهارده بنقول يا رب وعلى مشارف كاس العالم ان شاء الله. يا رب يا مصر ان شاء الله يا كابتن مدحت ان شاء الله. محمد صلاح النهارده فرصه كبيره يا كابتن مدحت، كل الناس عماله تقول محمد صلاح النهارده عايز اديكي، تحب اديكي انفراد؟ قولي. اديكي أيوة انفراد عالمي. عايزين انفراد. طيب التشكيل بنسبه 99%. تامر حضري في حراسه المرمى. خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي، رامي ربيعه، احمد حجازي، محمد عبد الشافي. وسط الملعب طارق حامد ومحمد النني. قدامه ثلاثه في اليمين محمد صلاح، في الشمال تريزيجيه، في القلب صالح جمعه. وقدام احمد حسن كوكا. في كلام على تريزيجيه احتمال في اللحظات الاخيره رمضان. لكن انا بقول لك بنسبه كبيره جدا هو تريزيجيه. الكلام بقى اللي انا قلته ده انفراد مش عشان كنتوا، عشان الاستاذ العظيم خالد واليوم الثاني. يا مدحت كهربا اخباره ايه؟ يا حبيبي كهربا حطيناه في البولت وشغال. بنشكرك يا كابتن مدحت، ربنا يديك الصحة، ما تحرمش منك ومن صوتك ومن طلتك ومن تعليقاتك ومن روحك الرائعة. بنشكرك كابتن مدحت شلبي على حضرتك معانا.